بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، منتجنا من براثن الكفار الغربيين والشرقيين بلطفه علينا قديما وحديثا كما وعد. كان الكلام في مسألة وجوب إقامة حكومة ألف مليون مسلم، حكومة واحدة كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أمر بذلك القرآن الحكيم والسنة المطهرة، وكما كان في زمان علي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الأسس التي يجب أن نؤسسها نحن المسلمين لأجل مثل هذا الحكم هي عبارة عن التوعية، وقد تكلمنا حولها في 10 حلقات. الأساس الثاني التنظيم، وقد سبق حلقة حول هذا الشيء، وهذه حلقة ثانية حول التنظيم. التنظيم يجب أن لا يكون في بلاد الإسلام فقط، وإنما التنظيم يستوعب سائر البلاد أيضا، سواء وجد مسلم أو لم يوجد. يعني ننظم المسلمين في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في الهند، في ألمانيا، في يوغوسلافيا، في اليابان، في الصين، في الاتحاد السوفيتي وغيرها. وكذلك يجب أن ننظم أيضا حسب قدرتنا في غير المسلمين، ممن يسمى بالمؤلفة قلوبهم، والذين يستعدون لإقامة حكم الإسلام حيث يرون أنفسهم تحت الضغط والكبت والإرهاب والخنق. فإن الكفار أيضا كما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في أزمنة إسلامية، كثير منهم يحبون حكم الإسلام لما فيه من الحريات ولما فيه من الحقائق والمعاني ولما فيه من قلة جباية الضرائب في أحاديث مفصلة ومعروفة كيف أن الكفار كانوا يستقبلون المسلمين لأجل إنقاذهم من حكوماتهم الجائرة. إننا تمكن من أن ننظم هؤلاء أيضا تنظيما لأن يحملوا المقدمات لأجل حكومة الإسلام الواحدة التي لا تنقذ المسلمين فحسب، وإنما تنقذ كل من كان تحت هذا الحكم. من ناحية ثانية، نجعل قانون المؤلفة قلوبهم لأجل أن يحملوا العمل الإسلامي لأجل حكومة الإسلام. المؤلفة قلوبهم كما قال بذلك جمع من الفقهاء يشمل قسمين: قسم المؤمنين الضعاف الإيمان
هؤلاء يسمون بالمؤلفة قلوبهم ويعطون شيئا من المال لأن تتقوى بصائرهم وتثبت أركان الإيمان في قلوبهم. القسم الثاني الكفار الذين يستمالون إلى الإسلام فيعطون شيئا من الزكاة أو من غير الزكاة من بيت المال لأجل أن يكونوا عون المسلمين في إقامة الإسلام. أيضا هؤلاء يجب علينا نحن في سبيل إقامتنا الحكم الإسلامي الظاهر الذي يستوعب 1,000,000,000 مسلم أن نعطيهم وننظمهم ونجعلهم حملة للمقدمات المنتهية إلى الحكومة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم. التنظيم لا يكون شاملا للمسلمين فحسب وإنما يكون شاملا أيضا للكفار المستعدين للتعاون مع المسلمين. هذا واجب شرعي من ناحية ومن ناحية ثانية فقد رأينا وقرأنا في التاريخ كيف أن الغربيين والشرقيين عملوا نفس العمل بالنسبة إلى المسلمين في بلادنا. أما الآن فمن المشاهد أن الغرب والشرق ينظمون في بلادنا جيشا من شبابنا لأن يكونوا عملاء لهم. البعث كما هو واضح عملاء لبريطانيا وإسرائيل وأمريكا، والشيوعيين على قسمين، قسم شيوعيون مزيفون هؤلاء عملاء الغرب، وقسم شيوعيون متصلبون هؤلاء عملاء الشرق. القومية والبعثية والشيوعية والوجودية وما أشبه من الشباب المسلمين الذين غرر بهم هؤلاء تنظيم الغرب والشرق في بلادنا. فكما ينظمون شبابنا جندا لهم لأجل استعمارهم واقتصادهم يجب علينا أن ننظم في بلادهم أفرادهم وشبابهم جيشا لنا في سبيل الحق. إنهم في سبيل الباطل والاستعمار والاستثمار والكبت والإرهاب وفتح الأسواق يجندون شبابنا أي قسما من شبابنا. فلماذا لا نجند نحن شبابهم؟ لا لنا فحسب وإنما لهم أيضا، لأن الكل يعلم وأقصد كل مسلم واع أن الإسلام تحرر من الخرافة في العقيدة ومن الكبت في العمل. وحتى الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين وما أشبه مما يسمى بالعالم الحر هؤلاء ليست لهم الحرية الإنسانية وإنما شيء من الحرية، والإسلام يعطي الحرية الكاملة للإنسان. وكما قال سبحانه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فمن الضروري أن يكون التنظيم الذي هو من الأسس لإقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم أن يكون التنظيم مستوعبا للمسلمين في بلاد الإسلام ولغير المسلمين سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. إني أذكر قرأت في مكان
أن البريطانيين قبل غزوهم لإيران وحتى أن أحدهم تزوج من عشيرة معروفة بعد أن أظهر الإسلام وحال دون إنجابه الولد، لأنه كان قصده أن ينظم ثم يرجع إلى بلاده. ولما تمكن من التنظيم الذي يريد والذي وصل بعض أعضائه إلى درجات رفيعة في الدولة القهلوية الأول والدولة القهلوية الثاني، ولا أحب أن أذكر اسمهم أيضا، لما انتهت مهمته باع زوجته لإنسان ريفي في مقابل اشتراء حمار منه، لأن الزوجة كانت شابة وكان ذلك الريفي مستعدا لأن يعطي حماره في خلال أن يأخذ هذه الفتاة البريئة المسكينة، وهي بطبيعة الحال جاهلة مغرر بها. فباع ذلك الرجل البريطاني المتأسلم صوريا زوجته من حمار ذلك الريفي، وركب الحمار وذهب إلى بوشهر، حيث باع حماره في بوشهر وركب السفينة وأبحر إلى لندن. إنهم هكذا عملوا معنا في قصص وقصص. وفي قصة أخرى بالنسبة إلى تركيا، حيث كانت حكومة الإيران حكومة إسلامية في ذلك اليوم، وحكومة ترك حكومة إسلامية أيضا، والمستعمرون أخذوا بجوانب كلتا الحكومتين. ولا نقصد بالإسلامية من الحكومة أنهم كانوا يطبقون الإسلام، وإنما نقصد أنهم كانوا يظهرون الإسلام والشعب مسلم بطبيعة الحال. في تركيا أرسلوا ناس لأجل التنظيم، وأحد اليهود كانت مهمته في أنقرة هذه المهمة، وهو ينقل ويحدث يقول: لما نظمت تنظيما كاملا قلت أني لا أخرج عن البلاد إلا بعد إفساد البلاد، فتعاونت مع شاب تركي متعاون معي حتى تمكنا من تفجير البنك العثماني في أنقرة ذلك اليوم، مما أحدث في العالم أثرا طيبا في اصطلاحه وأثرا سيئا في اصطلاحنا نحن كمسلمين. وهكذا هؤلاء الغربيون والشرقيون جاءوا إلى بلادنا ونظموا شبابنا الأغرار جندا لهم. ذلك اليوم قبل 100 سنة، قبل 80 سنة، قبل 60 سنة، وهذا اليوم في هذه الأحزاب المعروفة. فالواجب علينا نحن أيضا أن نقابل بالمثل، لكن هم في سبيل الهجم ونحن في سبيل البناء، هم في سبيل الاستعمار والاستثمار كما رأينا، ونحن في سبيل التحرير يضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالشاب المسلم الذي يوجد في أي بلد من بلاد العالم إذا كان واعيا يجب عليه أن ينظم، لا أن ينظم المسلمين فحسب. وحتى إذا تمكن من تنظيم غير المسلمين نظمهم، وهذا شيء سهل، فإن شبابنا الذين يدرسون في البلاد الأجنبية لعلهم يصلون إلى ملايين أو يعملون هناك في تلك البلاد، يدرسون أو يعملون. إذا فرضنا أن كل واحد منهم تمكن من تنظيم فرد واحد مسلما كان ذلك المنظم أو كافرا،
فكم يكون لنا من المنظمين في خارج تلك البلاد والذين يكونون عونا للمسلمين في إقامة حكم الإسلام. ومن الطبيعي أن يكون الله مع الذين هم معه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واضح وصحيح وقطعي لنا نحن المسلمين تاريخيا وعقيديا. الذين نصر الله نصرهم الله، أن ينصركم الله فلا غالب لكم. من الطبيعي أن من ينصر الله سبحانه وتعالى الله ينصره، ولا يكون أحد غالبا على من نصره الله. التنظيم يجب أن يكون واسعا شاملا لبلاد الإسلام ولغير بلاد الإسلام، للمسلمين في خارج بلاد الإسلام ولغير المسلمين في خارج بلاد الإسلام، وللمسلمين في بلاد الإسلام ولغير المسلمين في بلاد الإسلام، حتى نكون نحن قد تقدمنا خطوة أخرى إلى إقامة حكم الله المنجي للإنسان من الكبت والإرهاب. ونسأل الله أن يوفق الجميع لذلك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعل ما فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنك وعدتنا وقلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاستجب لنا. وحتى أوليائك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق أنبيائك وبحق كافة عبادك المخلصين المخلصين، إنك سميع قريب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.